والبداية من وزارة الأوقاف اللي أعلنت عن إقامة ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي بعد صلاة العشاء أمس حول موضوع درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ونماذج من تطبيقاتها في حياتنا اليومية، وده في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي. وأكد جميع المحاضرون أنه إذا تعرضت مفسدة ومصلحة وكانت المفسدة غالبة أو مساوية للمصلحة فيقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة، وده لأن الشرع اعتنى بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات لما يترتب على المناهي من الضرر المنافي لحكمة الشرع. وده طبعا موضوع مهم يجب توعية الناس به في المساجد من خلال الندوات التثقيفية والدروس العلمية اللي بتنفذها وزارة الأوقاف، وبتقوم بجهد مشكور في هذا الإطار الدعوي.